الصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الشامل في الهندسة الفضائية الذي يحتوي على أكثر من 20 سؤال، يعني أكثر من 20 سؤال. نعم، قال: نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو إي جي كا النقط A و B و C و D. السؤال الأول قال: بين أن النقط A B C تعين مستوى. هو سؤال دائما يأتي بصيغتين: بين أن النقط A B C تعين مستوي، أو بين أن النقط A B C ليست في استقامية. يعني هما سؤالان لهما نفس المعنى، يعني ليست في استقامية. لحل هذا السؤال دائما نركز على شيء، على الارتباط الخطي، أن يكون هذا يكون الشعاع AB، ها هو الشعاع AB قمنا بحسابه، والشعاع AC قمت بحسابه، لأن تعرفون كيفية الحساب، اللي هو AB يساوي النهاية ناقص البداية اللي هي إحداثيات مركبات الB، هكذا ناقص الإحداثيات الA، هنا عندكم زائد، تصبح لكم 1 2 4، ها هو أمامكم، ونفس الطريقة بالنسبة إلى AC. لاحظ إلا أنه وجدنا هذه، سنجعل هذه النسبية فقط، نجعل مثلا هذه هنا، نتابع جيد، سأقوم بعملية شرح. إذا عندنا نجعل هكذا فقط، يكفينا 2، نأخذ هذا وهذا مثلا 1 2، وهنا نأخذ 2 و1. نلاحظ أن هذه النسبية غير متساوية. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن A B لا يساوي K في AC. إذن A B لا يساوي K في AC، يعني لا يوجد ثابت بينهما، هنا K في AC. بما أن الشعاعين غير مرتبطان خطيا، فإن النقط تعين مستوي، فإن النقط تعين مستوي. ومنه A B C تعين ماذا؟ تعين مستوي فقط. نأتي إلى السؤال الذي بعده قال: عين شعاعا ناظميا للمستوي A B C. لاحظوا، لو نقوم برسم مثلا هذا المستوي، نقوم برسم مستوي هكذا، حيث فيه 3 نقاط مثلا A و B و C، عليكم بالشعاع الناظمي، يجب أن يكون هكذا ناظميا على هذا المستوي، حيث ماذا نقول؟ نقول هكذا أنه يكون عمودي على ماذا؟ على الAB، عمودي عليه، وعمودي على ماذا؟ على الAC. يعني A B سلمي N يساوي الصفر، و شرط كلمة و هنا، يعني و وماذا؟ و A C سلمي N يساوي الصفر، يعني يكون ناظمي مع الأول وناظمي مع الثاني. لا يمكن أن يكون ناظمي مع واحد ونقول أنه شعاع ناظمي، لا، يجب عليه أن يكون ناظمي على الشعاعين AB و AC. حيث مركبات الآن، مركبات قلت الآن هي A و B و C، والمطلوب هنا إيجاد الA وال B وال C. ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا، يصبح قلنا N سلمي AB يساوي الصفر، و N سلمي AC يساوي الصفر. ماذا يعطينا؟ ها هي المركبات، ننتبه جيدا، قلت ها هي مركبات، لاحظوا، ها هي مركبات AB في N، يعني تعطي لكم هكذا، تعطي لكم A B C سلمي ماذا؟ 1 2 4 يساوي الصفر. يصبح هذا في هذا، زائد هذا في هذا، زائد هذا في هذا، يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا الصفر. ها هي العلاقة الأولى. نفس الطريقة بالنسبة إلى هذه الجهة، يعني هذه نضربها في A و B و C، نجعلها تساوي كم؟ الصفر. نتحصل على المعادلة الثانية التي تلاحظونها هنا. الآن